خد ابنها قدامها كده خطوة. اللي يشوف الفيديو ده رجالة يصلي على النبي ويجعل خير الدنيا ورزق الدنيا كله عندك يا اللي تشوف المال بتاعي وتصلي على النبي، عشان والله العظيم والطريق الطريق اللي ماشي عليه كل يوم في محافظة وبلد شك عشان عجلة بخلفي. وبإذنك يا رب شوف انت حلبت في زريبتك او في مزرعتك اعلى معدل لبن ايه، انا معايا اعلى منه، بس اهم حاجة تصلى على النبي ان كان في تعليق او من قلبك. خش شوف الفيديو. خد ابنها قدامها كده خطوة كده. في الاول يا وعيد صوار هاتسين ثلاثة الغمدورة دي خلق. دخل احد تعال روح يلا خليها تحت. خدها خدها معاك. بسم الله ما شاء الله. ثلاثة مليون. عشان افكر على غازي انا مسامحك يا رب.